دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل الملوخيه. ما عنديش فراخ، انا ما سلقتش فراخ، انا سويت. ما عنديش شوربه، ما عنديش شوربه لحمه، اعمل ايه؟ وما بشربش المرقه يا نونه، وما بحطهاش في الاكل بتاعي، طب اعمل ايه؟ وانا عايزه اكل حبه ملوخيه طعمهم يبقى في منتهى الجمال، على حبه ميه وملح. معقوله؟ اه. تعالوا بصوا كده انا حاطه ايه في الشوربه بتاعتنا، هوريكم لونها اصلا عامل ازاي. محدش يقدر ان هو يفرق ان دي مش شوربه. بصوا كده، بصوا بالشكل ده. عايزه تحطي مكعب مرق احطي، مش عايزه تحطي مكعب مرق، ايه اللي انا هحطه؟ نحط شويه ملح وشويه فلفل صغيرين ما يبقوش كتار. بحط ايه كمان؟ بحط معلقه من الثوم المفروم، هحطها معاكم وانا شغاله دلوقتي اهو كده، وحبه لورا بودر وحبهان بودر، وهحط كمان ايه؟ سنه من الفلفل الحامي، احمر او اخضر زي ما انتوا عايزين، بس انا بصراحه بحب احمر، بس هنا جايبينه اخضر ما فيهاش مشكله. بس لما بيكون احمر بقى كده وانت بتحب الحاجه السبايسي، لما بتيجي تغرفي الملوخيه بتلاقي فيها حاجات صغننه حمراء كده، بتدي لون وريحه وشكل كمان في منتهى الجمال. طيب الشوربه بتاعتنا احط مقدار قد ايه يا نونا؟ زي ما انتم شايفين كده الملوخيه بتاعتنا مش كتير، يا دوب انا عامله على قد الفطار، ويفضل في رمضان ان احنا بنعمل الحاجه على قدنا. الملوخيه اصلا من الاصناف اللي ما ينفعش ان هي تبات وتتاكل تاني يوم، يا دوب هي اتعملت تتاكل في وقتها وخلاص على كده. حبه الملوخيه دول يعملوا قد ايه مثلا؟ هيحتاجوا قد ايه شوربه او ميه؟ هي كوبايه واحده بس، مش قليله. قليله دي بقى نقدر نظبطها او نقدر نعرفها لما نسقط الملوخيه، لانها قليله ممكن نزود شويه ميه، لكن ما ينفعش ان احنا نحط ميه كتير في الاول وارجع احط حبه الملوخيه بتوعي الاقيها بقت خفيفه خالص وملهاش طعم وما تمسكش في اللقمه ودن القطه اللي احنا بناكلها معاها. فعلشان كده نبدا الميه او الشوربه قليل، لما نلاقيها خفيفه تقيله نزود حبه شوربه، لكن خفيفه مش هنعرف نتصرف فيها وهنقعد نقول نجيب ملوخيه منين، فخلي بالكم من حاجه زي كده. طيب اهي بتغلي معايا، كنت لسه هقول لكم ادوق الملح بتاعها بس الان مش هينفع. بصوا كده واعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بتغلي اهي، اروح نازله بالملوخيه. اه صحه وعافيه على قلبهم بقى، يعني اللي هياكلوها يسامحوني لو الملح بتاعها، بس لا ان شاء الله يطلع ملحها مظبوط. صحتين وعافيه. بصوا حطيت الملوخيه على الشوربه بتاعتنا او المرقه، وابدا ان انا اديها تقليبه حلوه كده، وهشوف القوام بتاعها. والله لو انا محتاجه ازودها تخف شويه ماشي، مش هتخف، لا انا شايفه كده ان قوامها بالنسبه لي في منتهى الجمال. يبقى كانت كوبايه الشوربه اللي انا حطيتها على نفس المقدار اللي انا عايزاه. هنضرب بس حوالينا كده، ويا دوب تاخد غلوه غلوتين خلاص الموضوع انتهى. لما افضل اغلي في المكرون، في الاسفه في الملوخيه، افضل اغلي فيها واغلي فيها، ده مش حلو، بيخلي الملوخيه تسقط. حاجه كمان ما تخليش الملوخيه تسقط معي، مجرد ما طشيناها ما غطيهاش، مجرد ما طشيناها ما غطيهاش. ليه؟ لو غطيتها الملوخيه هتسقط في الارضيه والشوربه هي اللي هتبقى على الوش، وانا مش عايزه حاجه زي كده. انا عايزه الملوخيه بتاعتي لحد ما يجي اكل اخر لقمه منها او اشرب اخر معلقه منها تبقى قوامها زي ما هو. ملوخيه ما تتغطاش، ورق العنب لما نيجي نعمله اوعوا تسيبوه عريان. الملوخيه لازم ما تتغطاش، ورق العنب ما ينفعش يتعرى. ليه؟ الملوخيه لو غطيناها تسقط، ورق العنب لو سبناه عريان يسود، فلازم يبقى متغطي ما يتسابش عريان. ده الفرق بين الاثنين، ان حاجه بتتغطى وحاجه تانية ما ينفعش ان هي تتغطى. طيب هسيبها تغلي الغلوه بتاعتها، والناحيه التانية ايه؟ تعالوا بقى نعمل الطشه الحلو. الطشه بتاعتنا احنا ما نزلناش مقادير يا شباب، اشتغلت بالملوخيه على طول. طيب ننزل المقادير بتاعتنا، مقادير الملوخيه الحلوه بتاعتنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ كيلو ملوخيه متخرطه او نص كيلو، او لو انت عاملاها مفرزه او جايبه كيس مجمد زي ما انت عايزه. معايا قرن فلفل حامي حار، معلقه كبيره من الثوم المفروم، كوبايه مرقه او كوبايه ونص على حسب كميه الملوخيه لما تخرطيها. معايا للطشه ايه؟ ثوم مفروم، طماطمايه متقطعه صغننه خالص من غير قشر. ليه؟ هوريكم دلوقتي ليه، وبتدي تطعيمه في منتهى الجمال. معايا زبده وكزبره ناشفه. طيب هو انا ممكن اغير الزبده؟ اغير الزبده وعايزه مكانها سمنه. الله ينور عليكي، هغير الزبده واحط مكانها سمنه. ليه يا نونا عملت الحركه دي؟ السمنه في الطشه بتدينا القوام والشكل اللي احنا عايزينه، القوام والشكل اللي احنا عايزينه. لكن الزبده بصراحه لما باجي احطها بتدينا قوام حلو برده وكل حاجه، وبتدينا تطعيمه حلوه، بس في نفس الوقت ما بتدينيش البقبقه او الطشه اللي انا ببقى عايزاها. بدات اهي تغلي السمنه يا حبايبي عشان نعمل الطشه الجميله، ونشوف احلى طشه تجيب اخر الدنيا. طيب نحط دي كده تسخن علشان اول ما تيجي السمنه نروح حاطينها عليها على احلى طشه لاحلى ملوخيه في الدنيا. ادي السمنه
بس لو فينا نفس. وادي الثوم، خلوا بالكم ان بصوا عشان السمنه سخنه فهيتحمر على طول. بصوا ادي الكزبره مش هيقعد كتير. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، متهيألي مش هتلاقوا احلى من كده. بصوا دي بقى البكبكه اللي انا بتكلم عليها. الطبخ متعه، وانتوا بتطبخوا خلوا عندكم فيه متعه. عملت كده وطشيت الملوخيه، الطماطم اللي احنا عايزينها هعمل لها ايه؟ مطرح الطشه نفسها اروح منزله الطماطم كده، هي طبعا متقشره فما فيهاش قشر، فمجرد ما اعمل كده هو هتبقى ان هي تدوب معايا ومع السخونيه بتاعه الطاسه نفسها، هتدوب مع السخونيه بتاعه الطاسه نفسها. هعمل ايه وهي بتدوب كده؟ معلقه صغيره من الثوم كمان، وسيبوها بقى عشان انا بحب الحاجه سبايسي، سنه فلفل مش عايزه اكتر من كده. هسيبها على النار دقيقه وبعد كده اروح احطها على الملوخيه واقلبها، ونقدم ملوخيتنا باحلى طريقه. التكه اللي في الاخر دي بتاعت التومه، بتاعت التومه والفلفل والطماطم، بتخلي الملوخيه طعمها وريحتها في منتهى الجمال. الناس عندي عمالين، معلش حقكم عليا استحملوني، ما هو بقى رمضان كده، هو ده العذاب بتاعه. بصوا كده بالشكل ده كده، وابدا ان انا اهو خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا شكل الطماطم مع الملوخيه في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تقل الملوخيه ومنظرها ما شاء الله عليها. السفره بتاعتنا او الترابيزه او الطبليه اللي احنا هناكل عليها لينا عازمين ضيوف، لازم اللي يكون في اول الترابيزه موجود في اخر الترابيزه، ما يبقاش ده حاجه وده حاجه. طيب.